تفرض على اللي درت على الفيسبوك من الشاب اللي تعرض للحادثة كان معايا، واني نحن كنا جايين من عند بومبير انتاج جايزين كارفور ها ستامات نشرو ها كرواسون عند باتيسري الفضل. لان حاجة هيك الباص بانا كرواسون كنا ماشيين باتجاه كارفور لما طفل اللي نسيب طفل دارهلو وكيس انا داره لي بس نحو كراج بيروت لقينا بيك اب كومبانيا جاية. قلت له طفل نجرو قال لي لا تخلع هم اللي يمسونا لا تخلع هم اللي يمسونا ما خلعت انا تمينا ماشيين بثواني جاية ونقوم داخلين مع كراج اللي عند كراج بيروت قبل ونقوم داخلين عند انت جايزين على جيت ما تصير اكثر ونقوم داخلين عند مدينة خلال اللي هي نوتة اخرى واقف منهم ونقوم انا داخل مع راجع في بلي جيت في راجع ورايا نشوف داخلي بجي الله الفيا فرانسيس المرة اللي كانت تتصور نشوف اخوني جانا ما تدفش المرة ما تفتح سكريتي نشوف داخل الدار المرة عندنا تسقى الباس الكبار اللي حلاهم فما نقوم انا ماشي واخو عندك داخل دار اخرى فوت تقريبا دقائق ما خلط من الدار من قال لي صاحب الدار قال لي الناس مشاو واخذ شرط صاحبك جيت جبرت الطفل اللي هو يتعرض لحالة نفسية ما نقدر نتكلم لكم عنها محرج تماما حد ينحاز عليه وينبط في نص الشارع لا ياسر من الإحراج والفضاحة يبطوا طفل ما هو بيرة بطوا يتوطوا عليه بنعايل عندهم يبطوا مطرق عندهم عند القدام بس خيموا لباسه وعدوا له كامل جيتو جبرت لابس الدير وهي ما تعرف كيف شنو جيتو وباطو دخل على الدار كان فيها الساحة عدى الحالته كاملة وجينا واخرين وبوتو قاعدين قدام بعضنا كان هو يستراح استراح عصابيا خاطر علينا المرأة اللي كانت تصور لي فيديو وتسمعنا ساعة تطمئن علينا ياك ما فينا حد حاسس تشجع بعض انه هذا اللي خلي له ما عيب كاع انه ما بعض شي محرج كاع لكم قلتو وما شاء الله كان في روايه كاع ميزين عنه كان مكدر عليه قال الحمد لله بعد ياسر من الاقناع عاد كاع روايه زينه عنده عندكم روايه عنده روايه يقول لك احمد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فلا حرج لي في تعريتي وأنا ناصرا للحبيب المصطفى نختار نقول لكم عن مطالبي اللاذعين الطالب الأول وهو محو الصور والفيديوهات المتعلقة بتعريتي والطالب الثاني وهو طالب للحكومة أن هذا اللي خلق لي ما تتبقى يتكرر سمعت بين انا من راسي شينا عندي ولا بدني وراشي ملهي عنه يحق لي للطالبات ما ندور شيء اخر